أخت خولة، أهلا بك. بداية أسأل عن الأدوار النسائية في محافظة مسندم خلال جائحة كورونا كوفيد-19. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على استضافتكم لهذا البرنامج. بداية حقيقة أستاذ الكريم، أود أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام السيدة الجليلة بيوم المرأة العمانية، بيوم نحن كلنا جميعا حاضرون سواء كان على منصات التواصل الاجتماعي أو على منصات التواصل الرسمية. المرأة العمانية حقيقة حاضرة في خلال جائحة كوفيد-19 التي اجتاحت العالم كلها ككل. من ضمن الأدوار التي ممكن أتطرق عليها بعمق هي استقطاب الكوادر الشبابية ممن لديهم صفة الابتكار، وهذا ما ببتدي فيه حوار ممن انتهت منه زميلتي. فكان إحنا لابد أن نرسل الرسالة الصحية لجميع أفراد المجتمع، فكان التحدي أثناء انتشار هذا الفيروس لابد أن يكون هناك بعض الاحترازات الوقائية لابد أن يكون بينه وبين الشخص الآخر. فمن ضمن الأشياء التي استقطبناها في المحافظة الشباب الموهوبين في نظام الابتكار، فاقترح أحد الشباب أن يصمم روبوت خاص بمحافظة مسندم يعطي المعلومة الصحية لجميع المترددين على الأسواق، مثل هايبر ماركت لولو خصب اللي موجود معانا في خصب. فيتحدث هذا الروبوت أمام كل شخص عن مرض كوفيد-19، كيف تقي نفسك من كوفيد-19. وهذا الطريقة استخدمها من الأدوات المحلية البسيطة، وهذا ما يقول دائما أن الصعاب أحيانا يولد فيه بعض الأفكار وبعض الأدوات المتاحة اللي موجودة بالمحافظة حتى إحنا ممكن نستخدمها. أيضا كذلك خلال هذه الجائحة تم التركيز بشكل كبير على رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، وكذلك تدريب المتطوعين للتأهب للتصدي لهذه الجائحة من خلال التعريفهم ببرامج الوقاية، بماهية المرض، بالطرق الاحترازية، بالأماكن التي سيتم توزيعهم بها إن تطلب هذا الأمر، بحيث يكون الاستعداد عندنا حاضر وجاهز. أيضا كذلك خلال جائحة كوفيد-19 والجميع سمع عن محافظة مسندم، هي من الأوائل المحافظات التي أخذت التطعيم بشكل مباشر دون تحدي أو صعاب، وهذا نتيجة ماذا؟ نتيجة خلال عام من عامين من رفع المستوى الوعي لدى أفراد المجتمع والإقبال الشديد على أخذ التطعيمات. هذه خلال جائحة كوفيد-19 الذي برز فيها دور المرأة سواء كان في القطاع الصحي وسواء كان بين أفراد المجتمع وسواء كان في المؤسسات التعليمية. طيب أيضا أستاذة خولة، يعني في ضوء حديثك إذا ما تحدثنا أيضا عن المبادرات الصحية والمجتمعية بشكل عام، كيف تنظرين إلى دور المرأة في هذه المبادرات في محافظة مسندم؟ بداية بتطرق إلى مفهوم ما هو المبادرات المجتمعية. حتى أتحدث بهذا المفهوم لابد أن أتطرق إلى نقطتين، أن المبادرات المجتمعية لابد أن تنطلق من أهداف التنمية الصحية الشاملة، أهداف التنمية المستدامة الشاملة، وكذلك تنطلق من تطبيق استراتيجية رؤية 2040 بحيث أن الصحة هي للجميع، الصحة مسؤولية الجميع. فلا بد أن أطبق هذه الاستراتيجية، لا بد أن أعرف ما هي المبادرات. المبادرات هي مشروع يتطلب من المجتمع إعداده للوقاية أو لرفع مستوى وعي لدى أفراد المجتمع. وحتى أقوم بهذا المجتمع لا بد أن تكون عندي أدوات متاحة في المجتمع، منها اللجان الصحية، وهذه اللجان تعمل على إنشاء بعض المدن الصحية وبعض القرى الصحية التي يتطلب منها إعداد كوادر من النساء، تدريبهم على إجراء المسوحات الصحية حتى نستخرج بعض المؤشرات الصحية، ومن خلالها تنطلق المشاريع الخاصة بالاحتياجات التنموية سواء كان لهذه الولاية أو سواء كان لمنطقة أو سواء كان على مستوى محافظة، بحيث أقامت هذه المشاريع على مؤشرات صحية من خلال تدريب مثل ما ذكرت لكم سابقا اللي هو السيدات في المجتمع. هذه نقطة. النقطة الثانية بعد كذلك في محافظة مسندم من إحدى البرامج والتي فازت في ولاية خصب على المستوى الثاني على مستوى السلطنة مشروع التكامل والتكافل مع للحد من انتشار من للحد من
من مرض عفوا للحد من المخدرات والمؤثرات العقلية. هذه إحدى النقاط الأساسية التي شاركت فيها المرأة بقوة، شاركت في رفع هذا الوعي. وكما تعلمون أن تحدي المخدرات تحدي ليس معني أيضا فقط في قضية محددة كصحة، إنما هناك جهات متشاركة لابد وتتكامل مع بعضها البعض، كشرطة عمان السلطانية، كالتنمية الاجتماعية، وكذلك كالتربية والتعليم. فاتحدت هذه الجهود كلهم مع بعضها البعض ليقوم كل جهة بأدواره لرفع هذا المستوى الوعي، سواء كان للحفاظ على الطلبة، سواء كان لمتابعة الأسرة، سواء كان لمتابعة ولي الأمر أو هذا الطفل، وكذلك لحل بعض المشكلات الاجتماعية التي تعنى أيضا كذلك بالتنمية الاجتماعية. وكذلك هناك أيضا القضايا التي تحال ويكون فيها التعاون بين الشرطة عمان السلطانية وبين الصحة، أثناء لنحن نقول أن هذا المدمن المخدرات هو أصلا مريض فلا بد أن يأخذ العلاج التام له. هذه إحدى القضايا التي فازت بولاية خصب المركز الثاني على مستوى السلطنة للحد من مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية.